هذا يقول قال صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد عند فطره. فمتى يكون الدعاء عند فطره أو بعد فطره؟ نعم، جاءت في الأحاديث، جاء في الأحاديث أنه يستحب الدعاء عند الإفطار لأنه عبادة، والدعاء مع العبادة وأداء العبادة أو بعدها حري بالإجابة، حري بالإجابة. فهو أفطر عبادة لله عز وجل، فيستحب الدعاء على أثر الصيام، مثل الدعاء على أثر الصلاة إذا فرغ من الصلاة، إذا فرغ من الصيام، إذا فرغ من الحج، فيستحب الدعاء بعد العبادة. فإذا أفطر فقد أدى عبادة وهي صيام اليوم، فيستحب له أن يدعو بما تيسر له من الأدعية الموافقة للكتاب والسنة، أن يدعو لنفسه بالمغفرة، بالرحمة، بالتوبة، يدعو لوالديه، يدعو لإخوانه المسلمين.